حنين. شوف المباراة على الورق 60-40. طيب لما تيجي تشوف يمكن أنا أختلف في جزئيات، يمكن أستاذ محمد عبد العواد قبل شوي قال أنه ممكن أكثر ضغوط على النصر. شوف في البداية حينجح من يحضر فريقه خارج الملعب. شفت الإشارات اللي تفضل فيها أبو نتلي واللي ممكن الجمهور تأثر عليه، هذه اللي لازم اليوم الدور في الأدوار الأولى كان الدور الأكبر على فيتوريا، اليوم في دور على الجانب الإداري والتحضير الذهني أو مشترك حتى بين في فيتوريا والعمل الإداري. لو حمد الله والسومة دخلوا هذه المباراة بأنه أنا مين حيفرض هيمنته على القارة، ولا واحد منهم حيكون في جو المباراة، لأن أنت حتطلع حتطغى الجانب الفردي حيطغى على الجماعي في المباراة، وهنا تطلع برا المباراة مجرد ما يصير عليك أي تكتل أو مان تو مان أو تسكير ملعب. لما تيجي لمشوار الفريقين، أنا بالنسبة لي وجود ليش قاعد، يعني في فترة من الفترات كنت أتغنى بدياز، ليه؟ لأنه قاعد يقدم عمل مختلف إحنا ما شفناه. لما تجي الآن تتكلم عن فيتوريا، فيتوريا مجرم، فيتوريا يستر، يعني خليني أقول لك يسيطر ويعلن هيمنته في المباراة بعدين يبدأ في التسجيل. ليه؟ لأنه المدرب الذكي هو اللي يأمن لفريقه من جانب المفاجأة من الخصم، المفاجأة اللي أحدثها التعاون في صبره في المباراة بالتكتل اللي سواه، كان يخشى أنه يصير مثل هذا الموضوع، وهذا المدرب الذكي اللي ما يسلم المباراة، وهذا اللي سواه في المباراة اللي فاتت. قال جانب جدا مهم أبو تركي، يمكن كنا نتناقش تحت الهواء، مش من فيتوريا ما بان النصر، ما بان النصر لأنه كان عنده من يجري في المساحات بدون كورة. ليش الغنام شفناه في ربع ساعة أمس كويس، لما تغير وراح للجهة اليمنى لأنه صار يجري في المساحات؟ هذا اللي كان يسويه بخبرته مرابط أحمد موسى، هذا ما كان ينقص النصر أمس عشان يطلع بثلاثة أربعة على التعاون بالأسلوب اللي شفناه أمس. وهذه أحيانا نتعول عليها، التأقلم الانسجام هذه تأثر شوي، تجي لطموح الجمهور النصراوي. ترى أي عاقل يطالب النصر بالبطولة لا يفقه بكرة القدم شيء. أن تتمنى أن تطمح نعم، أنت عندك قرابة 12 لاعب، أنت مش في دوري حواري تجيب 12 لاعب وتدخل فيهم وتقول أنا بجيب بطولة، لكنك في يعني عمل دؤوب أبو حنين في قتال. اسمح حبيبي خليني أوصل، خليني أقول لا يبقى أنا تو ماتش. إذا ما أخذت البطولة النصر الآن بالعكس، طيب معلش أشوفها كارثة، وجهة نظري أنا بالعكس تقدم العكس. إذا ما أطمح بالبطولة ما معلش في طموح في رغبة، لكن المنطق يقول لك أنا جايب 12 لاعب أجي أطلب منك تجيب لي بطولة؟ مستحيل، أمام تحضير مدته أسبوع كامل. هل يعني أنا بالنسبة لي أروح بتساؤل آخر، هل النصر قادر يروح أكثر؟ ممكن يروح أكثر. ليه؟ مش عشان التغيير، لأنه عنده مدرب يحاول يوظف ويطوع هاللاعبين يقصر مسألة الانسجام وغيره. اسمح لي بس كم أبو تركي أبو جود أقول أشغلتك آسف. لما تتكلم عن التحرك في المساحات والهذه، هذه ترى من اللي أمس ما بين النصر. شوف في ناس كثير قاعدة تقول قوة النصر في حمد الله، أنا بديت أختلف معهم، أصبحت في قوة جديدة للنصر اسمها قلب الأسد مايكون، والسد العالي عبد الله مادو، هذول اثنين قوة ضاربة جديدة للنصر. اللي شافهم كيف التصاعد لما يلعبون مع بعض، وكيف الثنائيات، وكيف الانسجام، وكيف صار في مأمن للاعبين النصر إنه ورانا ناس شايلة الفريق. فهنا في هذه قوة جديدة قاعد يظهرها إيش بوجود، قاعد يظهر الانسجام مع الإمكانيات اللاعبة الجديدة اللي قاعدة تدخل في الفريق. شوف ختاماً بوجود بالنسبة للنصر، لما تشوف مارتينيز، شوف أنا ما أحب يعني أستعجل في إطلاق الأحكام، ولكني أتمنى أن أرى المباراة القادمة من مارتينيز الجانب الفردي. ممكن أنا أعذرك في الانسجام، أعذرك في التأقلم، الجانب الفردي أنا ما شفته لك إلى الآن في إمكانياتك الفردية. ختاماً في الأهلي، الأهلي بوجود تفوق على نفسه، مشاكل على مستوى المحترفين، اللي يقول أن مباراة الهلال اللي تخوف أنا ما أتفق معها تماماً. أنت سويت مجهود قدام الهلال، إيش سويت؟ خسرت من الفرق الأقل منك فنياً، ختام الدوري أنت خسران من أبها ولا تقليلاً من أبها، فبالتالي أنت عندك تذبذب مستوى، استمريت في خسارتك. أنت مبارتين الأولى في التصفيات خسران، قادر؟ نعم قادر لما يكون في تماسك. أنا أعول في الأهلي على السومة وعلى مدرب ذكي يملك الأهلي. طيب.